من مشاهدي موقع تلفزيون مصر في كل مكان، زي ما حضراتكم متابعين معانا لحظة وصول الفنان كريم عبد العزيز لتقديم واجب العزاء في المنتجين الأربعة الراحلين حسام شوقي، تامر فتحي، إسماعيل فتحي ومحمود كمال. يعني عدد كبير من نجوم الوسط الفني ونجوم الصف الاول المحرصين على التواجد ل يعني تقديم واجب العزاء والمساء في اسر المنتجين الاربعه. ابرز الحضور حتى الان الفنان كريم عبد العزيز، الفنانه ياسمين عبد العزيز، ووصول الفنان مصطفى شعبان. يعني زي ما حضراتكم متابعين معانا الفنان مصطفى شعبان ابرز الحضور. بقول لك ايه؟ قلت ايه كده؟ قلت كده تشوف انا هتعلق ازاي؟ ادعوا للراحلين بالرحمه والمغفره والاثار والسلوان. يعني وصل منذ ثواني قليله زي ما حضراتكم متابعين معانا في الصوره الفنان شعبان مصطفى شعبان، الفنانه ياسمين عبد العزيز، والفنان كريم عبد العزيز.
يعني مش هيجي موقع تليجراف مصر في كل مكان، يعني زي ما حضراتكم شايفين معانا الفنان احمد العوضي، عصام السقا، الفنان كريم عبد العزيز، والفنان مصطفى شعبان في الصفوف الاولى لاستقبال عزاء المحبين الاربعه. حسام شوقي، تامر فتحي، اسماعيل فتحي، ومحمود كمال. وصول المخرج بيتر ميمي.
على التواجد لمساندة أسرة الواحد.